تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها. الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى داخل المدينة وإلى المخيم، ويستخدم الجرافات الثقيلة في عمليات التجريف وضرب البنية التحتية. قيود كبيرة يفرضها على الحركة ويمنع طواقم الإسعاف من التقدم والمرور لنقل المصابين، كما يحاصر المستشفيات، حيث تعد هذه العملية هي الأكبر بالضفة الغربية منذ العام 2002 إبان عملية السور الواقي. لكن الوضع الإنساني يبدو صعبا للغاية ومعقدا في ظل شح المواد الغذائية وكذلك المياه وحليب الأطفال والأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمرضى. علاوة على ذلك، فإن أيضا الجيش الإسرائيلي يقوم بفرض حصار محكم، ضرب البنية التحتية، شبكات الاتصال، الكهرباء وكذلك الإنترنت وحتى شبكات الصرف الصحي. وضع في غاية الصعوبة مع استمرار العملية العسكرية التي دخلت يومها الثالث على التوالي. لقناتي العربية والحدث، فالح نصير فالح، مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.